من الملاعب الشعبية إلى الأكاديمية الاحترافية، قناة الفجر سبور سترصد لكم نموذج لأول أكاديمية احترافية لكرة القدم بالمغرب، تأسست منذ سنة 2007 بالعاصمة العلمية مدينة الحضارة والرياضة والثقافة. في هذا الفضاء الأخضر يوجد أحدث التجهيزات الرياضية والبنيات التحتية، كما تتوفر الأكاديمية على أعلى الأطر والتقنيين الرياضيين الذين راكموا سنوات من الخبرة في عالم المستديرة. مهمتهم توفير حصص رياضية والسهر على تكوين مختلف الفئات العمرية وفق المعايير ومناهج دولية. في هذا الفضاء المليء بالأمل والحياة، هنا المستقبل وهنا الحاضر، أطفال وشباب وفتيات قاسمهم مشترك يحدوهم شغف المستديرة والحلم بالاحتراف. تحية لقناة فجر سبور. في البداية كنشكر السي سعد أقسمين لوضعية الثقة لتكوين الأجيال القادمة، خصوصا اللي تابعوا الأكاديمية أقسمين، وجيت بواحد التحدي مملوء بالتفاؤل، خصوصا أنه كنعرفوا بأنه الأكاديمية كانت مستهدفة من طرف العديد من الأندية اللي كيجيو يصفقوا اللاعبية ديال الأكاديمية، وبالتالي فلقيت هناك واحد ديسيبسيون عند السي سعد أقسمين. نحاولوا الآن نرفعوا المعنويات ديالنا جميع كاملين ونخدموا كمجموعة من أجل الرقي بهذه الأكاديمية ونعطيوها القيمة اللي بدات بها في الأول، ونحاولوا أننا نتخطاو الصعاب. وأناشد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجاع، لأنه جميع الرسائل اللي توجهت لجميع المناظر عبر سعيد أقسمين فهي كانت لا حياة لمن تنادي، وبالتالي كنظن بأنه هنا يجب على فوزي القجاع أن يتدخل لحماية الأكاديميات وحماية الحقوق ديالهم، لأنه العيب وكل عيب أنه تلقى مثلا أكاديمية أقسمين خسر الأموال دياله على لاعبين وكونه في تلك يجي فريق تل آخر المطاف وكيدي لاعبين، وشأن في ذلك شأن البنات اللي داهم فرق نفاس كذلك لاعبين ديال القسم الأول. وبالتالي كنظن أنه هذا التحدي غادي نرفعه كاملين، لا مقطرين، لا إدارة تقنية وكذلك لا إدارة ديال السير، ونرجعوا الهيبة اللي كانت عند هذه الأكاديمية في الأول رغم الشوائب اللي غنعيشوها. فاحنا مستعدين باش أننا نخدموا للصالح كرة القدم المغربية، وفي خدمة الصالح لكرة القدم المغربية فهو بدون شك غادي يخدم المصالح ديال جميع المكونات ديال كرة القدم الوطنية. معنا اليوم مؤسس أكاديمية أقسمين، رجل من طينة الكبار، مستثمر ورياضي خبير في الميدان، رجل أحب من أحب وكره من كره، الكل يتفق على عشقه وشغفه لكرة القدم، قدم الكثير وأعطى من ماله الذاتي وطاقته للرياضة الوطنية، حصد اليابس والأخضر مع أعرق النوادي المغربية، لكن على حد قولي كانت أماني كبيرة لكن الحصيلة ضعيفة، أسبابها متعددة، عناصر وعوامل خارجية حالت دون استكمال حلم من أحلام الأكاديمية. إنه الرئيس السابق للنادي المغربي الرياضي الفاسي والمؤسس لأول أكاديمية بالمغرب، إنه السيد سعد أقسمين، سيحدثنا عن تجربته مع المغرب الفاسي وكيف تبلورت فكرة خلق مشروع رياضي منذ التأسيس إلى عالم التوهج والعطاء. مرحبا بالفجر سبور اللي هي تعتبر من بين المنابر الإعلامية اللي كتنور الرأي العام، ومن خلالها كنرحبوا جميع المنابر اللي كتشتغل من أجل إيصال الخبر وتغطية ما أمكن من الأنشطة الرياضية داخل وخارج مدينة فاس. كنعتقد أنه التجربة ديال الشخص سعد أقسمين في مجال التكوين بدأت من 93-94، الوقت اللي خديت على العاتق ديالي الرئاسة ديال فئات أو المدرسة ديال المغرب الرياضي الفاسي، ومن خلالها الفئات مختلف الفئات العمرية. هذه التجربة اللي دامت إلى 2000 تقريبا، اشتغلت 6 سنين ولا 7 سنين، هي ككل 13 سنة ديال التكوين داخل المغرب الفاسي، ولكن 6 سنين ولا 7 سنين الحمد لله أعطت الأكل ديالها وأعطت النتائج، ومن خلالها برزوا واحد المجموعة ديال اللاعبين اللي عزوا الفريق الأول، وهما اللي كانوا العمود الفقري، وهما اللي طلعوا الفريق السنة الهبوط، هما اللي طلعوا الفريق القسم الوطني الأول في السنة الأولى ديالو. هذه التجربة هذه اللي كانت ناجحة بجميع المقاييس،
جعلتني نفكر في تأسيس أول أكاديمية بالمغرب، واللي مشيت في الاتجاه ديال التأسيس ديالها منذ 2007. هذه التجربة إلى يومنا هذا الحمد لله، كنا في داخل الأكاديمية مجموعة ديال اللاعبين اللي التحقوا بمختلف الفرق، لا المغرب الفاسي ولا الوليدات الفاسي ولا خارج مدينة فاس، بل خارج أرض المغرب. هذا شيء كنعتز به، لأنه على الأقل استطعنا نقدو واحد الفئة كبيرة ديال الشبان، ولو أن هذا الشيء ما نعكش إيجابيا من الناحية المادية على الأكاديمية، ولكن بكل صراحة الحمد لله اليوم الأكاديمية عرفت واحد الإشعاع، عرفت واحد التطور في المستوى العالي. كنتمنوا أنه بالمقابل هذا الشيء يكون تطور ديال القوانين اللي يمكن لها تحمي التكوين، واللي يمكن لها تحمي اللاعبين، ومن خلالهم يمكننا نكونوا لاعبين في المستوى العالي، وتكون موازنة مع ذلك حتى الفرق وحتى الأكاديميات يستفدوا من هذا التكوين. في الوقت باش فكرت في التأسيس ديال الأكاديمية، فكرتش في أدوات اللي يمكن لها تدعم الأكاديمية والمؤسسات المنتخبة والجامعة، كنعتقد أنه هذا شيء بعيد بكل صراحة، لأنه حتى شيء واحد ما بدنا يدي مساعدة، اعتمدنا على الموارد ديالنا، اعتمدنا على الإمكانيات الخاصة ديالنا، ولو أن الجامعة عندها إمكانيات وعندها واحد لاريبريك ديال التكوين، ولكن مع كامل الأسف حنا رغم أننا نستجيب لكثر التحملات بامتياز ما استفدناش. نفس الشيء بالنسبة للوزارة الوصية، وكذلك بالنسبة للجماعات المحلية ولا المشرفين على الشأن الرياضي ببلادنا. هذا ما قلش من العزيمة ديالنا، واستمرنا في التكوين وحاولنا نوازي ما هو تنشيط رياضي في مجال كرة القدم، وما هو تكوين لفائدة اللاعبين اللي يمكن لهم يمشيوا بعيد في كرة القدم. كنجتهدوا وكنشتغلوا وكنكونوا لاعبين للمستوى العالي، ولكن مع كامل الأسف هناك قرصنة، هناك تهريب لاعبين ولاعبات، هناك بل تهريب فرق بأكملها. إذا شفتوا أنه هاد السنتين الأخيرتين، بلا ما نهضروا على السابق، هاد السنتين الفارطتين تم تهريب فريق بأكمله كيتكون من 20 لاعب ديال 15 سنة اللي التحق بالمدرب اللي كان عنده التحق بالمغرب الفاسي. وحاليا هاد السنة فريق بأكمله نسوي اللي اشتغلنا معاه لمدة 6 سنوات في الوقت اللي كان غياب تام ديال كرة القدم النسوية. احنا كنا كنآمنوا بهاد الكرة النسوية، كنا كنهيئوا فريق، وكان عندنا مستوى عالي ديال اللاعبات، بل انه منهم اللي مشاو بعيد للمنتخبات الوطنية. مع كامل الأسف هذه السنة كانت فاجئة، أنه رغم أنهم كيتوفروا على عقود وعلى دي ليسونس باش يمارسوا داخل الأكاديمية، كنشوفهم اليوم كي يلعبوا ضمن فرق أخرى، وهذا مؤسف، لأنه في نفس الوقت ما كنشوفوش الحماية، ما كنشوفوش رد فعل ديال الجهات المسؤولة باش تحمي الأكاديمية، وفي نفس الوقت تحمي جل الفرق اللي كتجتهد واللي كتشتغل في مجال التكوين. وانا دائما كل امل انه غادي تعطانا الحق ديالنا، وغترجع المياه لمجاريها، وغادي نتوصلوا بالحقوق ديالنا، لانه الحق معنا وليس ضدنا، وما غادي نحطوش يدينا، غادي نستمروا في التكوين وغادي نشتغلوا، والسنوات القادمه ان شاء الله لازم الحقوق ترجع لاهلها. ذاك الساعه في وسط الشمالي لكره القدم، ان الفريق الوحيد اللي كان كيمثل الجهه هو فريق الاكاديميه النسويه. هذا الفريق النسوي السنه الفارطه اللي كان استدعاه المنتخب ديال الجهه، غير 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 هذه كافيه ان هاد الاسماء هادو اليوم راهم كيتوجدوا كيمارسوا في هاد الفرق هادي، غير هاد الوثيقه كافيه انه على الاقل اعتراف ضمني ديال المجهود اللي خدمناه ديال 6 سنوات. هذا استدعاء ديال المنتخب النسوي اللي كيتكون كله من البنات ديال الاكاديميه. هي من الناحيه القانونيه خصهم يرجعوا للفريق ديالهم ولا يتوقفوا على اللاعب، يعني من الناحيه القانونيه حنا باش ما نضيعوش هاد البنات هادو وباش يكملوا الممارسه ديالهم، حنا دائما الابواب ديالنا مفتوحه للجميع،
لا اللي كان سابقا ولا اللي جا حاليا، مرحبا به. وحنا من اجل خصنا نكونوا ايجابيين، ومن اجل كنشتغلوا من اجل التكوين ومن اجل ابراز المواهب اللي نحن في امس الحاجه ليها.